الشعب المغربي معناتها من الشعوب اللي تقدمت حتى اقتصاديا واجتماعيا وتاريخ المغرب معناتها خلاها تكون هكاك، عندها مفكرين كبار وعندها معناتها سياسيين كبار. المغرب كسياسة معناتها شنو؟ الملك ملك صحيح ملوكية هي فهمتني، أما المغرب دولة اللي فيها حرية متاع الاختيار، معناتها الوزير في المغرب يخدم، الوالي في المغرب يخدم فهمتني، مش النظام الرئاسي الصعيب والريجيد وكذا فهمتني. ودولة المغربية حلت اقتصادها، حلت على برشا جنسيات فهمتني، دونك قاعدة توا المغرب تجني في ثمار أكي السياسة اللي خلاها حتى أحسن الثاني. المغرب بلاد متطورة في بالي بها هكا، و وبرسك برسك برسك معناها الحضارة نتاعها متقدمة علينا بصراحة نقول لك فهمتني، وفيها كل شيء معناها في المستوى المطلوب. يحكيوا على بلاد مطرفة بعيد على الحافل كما وإذا كان السلطان هذا باش قطعي الحاجة متاعو حدث ولا حرج. باهي سيدي جبت لك مشروع. وي. كي العادة والعوايد ضيفنا يعمل طلع على ملف العقد. تحية للمغاربة للشقاء فهمنا، خاطر كلنا رانا خويان وكلنا توانسة وكلنا مغاربة وجزيرية وليبية وكلهم أشقاء. بالنسبة لدولة المغرب الحاجة اللي تعجبني في المغرب حاجة برك اللي هي على الأقل كي يمشي وحتى يخدموا في برلمان في مجلس رئيس كل شيء يلبسوا لباس التقليدي متاعهم المغربي اللي احنا ما فماش صنع التونس ما نلبسوهاش. وجلالة ملك المغرب اللي بوصوليد وبوصوليد لصفته الشريفة مش لصفة الملك، لصفته أنه الحفيد 38 للرسول. باهي في المغرب اللي هما الناس يفرحوا بالضيف يكرموا الضيف، هذه حاجه الاولى. والحاجه الثانيه احسن ماكله عندهم هكا الكسكسي اللي باللحم العلوش بالخروف، الكسكسي الابيض هذاك يعملوا له الفاكهه وينوعوه. اما هي بلاد ثقافيه ومتقدمه وماشيه لقدام.